هذا جيش مهزوم، مش جيش حق الانتصارات. وفي اليوم 100 ما لقى شيء يعمله العدو إلا أنه ينسحب من شمال غزة. طبعاً انسحاب تكتيكي بالنسبة لقائد لرئيس الأركان، ولكن هذا الانسحاب التكتيكي هو اللي بعد يوم كامل خلى المقاومة تقصف 50 صاروخ على الكيان المحتل. 50 صاروخ يعني بدهم 3-4 منصات وغرفة تحكم وسيطرة وبطاريات جاهزة وإلى آخره. هذا جيش مهزوم، مش جيش حقق انتصارات. الصورة الثانية اللي رح تبقى للتاريخ هي محكمة العدل الدولية. بمحكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا أقام دعوة ضد الكيان الإسرائيلي بتهم جرائم ضد الإنسانية. والمطالعة الحلوة اللي قدمها الفريق القانوني لأفريقيا الجنوبية بالمقابل فريق اللي عم بيدافع عن العدو الإسرائيلي هزيل ركيك، عم بيعيد أكاذيب وافتراءات مش مزبوطة، وكل العالم تعرف أنها مش مزبوطة. حتى أحد المحامين خربط بوراقه بالوقت اللي المحامية اللي هي من أصل عربي، المرأة الوحيدة المسلمة بفريق جنوب أفريقيا اللي هي عادلة الهاشمة. اسمعوا المرافعة اللي كمان رح تدخل التاريخ بوصف جرائم تاريخ من الإبادة والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية. Israel has killed an unparalleled and unprecedented number of civilians with the full knowledge of how many civilian lives each bomb will. كمان عن محكمة العدل الدولية بلاهاي، 29 فنان عالمي بيناتهم سوزان ساراندون وكل أبطال لعبة العروش والفنان الفلسطيني آدم بكري اجتمعوا وقرروا يقروا لائحة الاتهام وعملوا مجموعة فيديوهات نشروها عبر يوتيوب وشهدت على حصلت على ملايين المشاهدات. أكثر وأكثر بالعالم في مواطنين مولودين أوروبيين غربيين أمريكان مولودين بالديانة اليهودية، يعني يهود، عم بيوقفوا بطريقة شرسة وراديكالية أكثر وأكثر تضامناً مع أهل غزة وفلسطين. منهم يهود من أجل فلسطين، مجموعة بالنمسا دخلت على مجلس النواب النمساوي خلال انعقاده، قاطعت الجلسة ورفعت هتافات تضامن وطالبت بوقف فوري لإطلاق النار. وعلى معبر رفح كمان من الناحية الفلسطينية من الشريط مجموعة أولاد لهم أيام ما أكلوا، عايشين بالخيام، شافوا بيوتهم عم تتدمر وأهلهم عم بيموتوا، عم يهتفوا لأهلهم بتاني مال من شان الله يا مصري يلا. يا مصري يلا، من شان الله يا مصري يلا. الوجدان المصري الحقيقي، التاريخ المصري عبر عنه مجموعة من الناشطين والناشطات قدام نقابة الصحفيين المصريين بمبادرة من أحمد دومة ومهينور المصري وكثير من الشباب والصبايا، هتفوا لتضامن مع غزة وأنه يفتح معبر رفح بأسرع وقت. الحصار معبر بيننا وبين أهالينا، معبر بيننا وبين أهالينا، الصهيوني متحكم فينا، الصهيوني متحكم فينا. كثير مهم أوقات نسمع الرأي الآخر، علماً أنه شلومو ساند المؤرخ الإسرائيلي اللي هو بينتمي للمؤرخين الجدد هو أصلاً نقدي تجاه الكيان، أخذ مجموعة مواقف بالفترة الأخيرة كتير مهمة لها علاقة بغزة. حكي أولاً عن الحرب، قال إسرائيل يميناً ويساراً ما بتعرف شو بدها تعمل بالحرب وما عم تعرف كيف بدها تطلع منها. قال أنه حركة حماس منها حركة إرهابية، لا تقارن بداعش، هيدي حركة تحرر وطني. وقارن اللي عم بيصير من طوفان الأقصى بهالمئة يوم أنه هو يشبه النكبة لا بل يتجاوز النكبة. Pour par exemple la 48, la Nakba, c'est pire au point de vue de vie humaine. C'est pire aujourd'hui. C'est pire aujourd'hui, c'est clair. الحدث إذا بدنا نقول على مواقع التواصل الاجتماعي أيام طويلة هو تصريح للنائب سامي جميل، مضحك مبكي. سامي جميل طلع بده يعلم جمهور حزب الله كيف يتحضر، كيف يتعلم، كيف يسافر، كيف يحب الحياة. هو معتبر معين حاله انه هو هودي كلهم بيعرفهم وهو متقدم حضاريا وثقافيا على الباقيين وعم يعطيهم دروس، بالوقت اللي لبنان اللي عم نتفادى انه نعمله هو لبنان اللي بيشبه سامي جميل. اسمعوا الشيخ سامي. لانه نحن هول الناس بدنا اياهم يعيشوا يومين مثل الخلق. طيب بدنا اياهم يطمحوا، بدنا اياهم
يحبوا الحياة وينبسطوا فيها، مش يكون كل الوقت عم يفكروا بالموت. بدنا هون يفكروا بالحياة. طيب بدنا هون يعيشوا حياة ينبسطوا، يروحوا يسافروا ويكون عندهم معيشات مرتبة ويعيشوا أولادهم حياة لائقة ويروحوا على أحسن جامعات وعلى أحسن مدارس. في مقولة شهيرة لمؤسس الكيان الصهيوني، لأحد الأباء الروحيين للكيان الصهيوني اللي هو بن غوريون، إنه نحن هلأ بأيام النكبة عم نصفي الفلسطينيين، اللي بقيوا ختيارية رح يموتوا والصغار رح ينسوا. اللي تبين بهالسنوات الأخيرة وبهالمئة يوم الحاسمين بغزة هو إنه الأولاد الصغار هن اللي ما رح ينسوا، تحديداً الأولاد الصغار عم يخزنوا بذكرتهم الفاجعة والعنف والإجرام بطريقة فظيعة لأجيال مقبلة. يلا الله يكمل بكم بكم يكمل. بالمقابل اسمعوا بنت الشهيد علي بزي كيف عم بتخاطب الكيان الغاصب، كيف عم تتحدى. أنا بتحدي الصور اللي رح تبقى كمان بهالمرحلة الصعبة هي صورة العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن، بالوقت اللي الشعب اليمني مبسوط واقف وصامد وعم بيقول وأخيراً كنا مواخذين نفسنا أنه عم بيقصفوا أهلنا بفلسطين وما عم بيقصفونا، هلأ تساوينا مع أهلنا بفلسطين. ويواصل اليمن اعتراض السفن ويواصل حصاره على الكيان الصهيوني، الحصار البحري على الكيان الصهيوني. على السوشيال ميديا حبوا الشباب يكرموا اليمن على طريقتهم وحطوا هالغنية. أبو يمن أبو يمن كعيد سابك زمن، ربي بارك بشامل وبارك لنا في اليمن، وأهل اليمن والله بطال تلكاهم يوم الميحن.